يا ريت لو ما اجيت معك. ليش بنتي شو في؟ شو بيعرفني، كان المفروض نتصل فيه بالاول. معلش حبيبتي، بدنا نشوف مكان شغله، دائما بيقلنا تعول عندي. ست مريم يلا يلا انزلي شبكي. روحي بستناكي هون. حاجتك فاطمة بقى، يلا يلا انزلي. يا الله شو حلو هالمكان. هاي اسطنبول، بكل حارة منا بتلاقي طراز مباني بيختلف عن الحارة التانية. شو جابكن لهون امي؟ ما بعثوا لنا اوراق فاطمه تبع الامتحان على البيت، امنا رحنا على مركز الامتحانات وبعد ما خلصنا اقترحت عليها نيجي نزورك. منيح انكم اجيتوا، اهلين فيكم. اهلين فاطمه. اهلين، ما بدنا نعطلك عن شغلك، نحن منا مطولين. طيب خلوني فرجيكم على المكان. ما في داعي. كريم المكان هون كثير حلو، عجبني كثير. سوري، لوك، ذا وورلد از لايك ذس، يو دونت اندرستاند. كريم؟ اوه، وي كان توك ليتر، سوري. روح شوف شغلك. كريستين، let me introduce you to my wife. اوه، ليش ناديت لها؟ لعرفك عليها. مرحبا كريستين، this is my mother مريم. اهلي، شرفت معرفتك مريم. Nice to meet you. This is my wife, her name is Fatma. Fatma, hello. I've heard your name so many times and now fine to get to me. صار لها زمان عم تسمع باسمك واليوم شافتك. Your wife is very beautiful كريم. Congratulations. Thank you. قالت انك كثير حلوه. هنت كريم وباركت له. شكرا لك، كمان هي حلوه. كريستين، I will give them a tour. I will be right back. Of course, take your time. Nice to meet you. See you later. See you. كريم، ما بدنا نعطلك عن شغلك، يلا روح كمي. خليني فرجيكم على المكان، بنتغدى هون مع بعض. ما في داعي غير مرة، ما بدنا نتأخر، بدنا نروح لعند المحامي. ايه، الأستاذ نزير قال لي خليني أشوفكم قبل ما أسافر، وطالما فاطمة فاضية هلأ خلينا نروح نلتقي فيه، لأنه الزلمة رح يسافر اليوم بالطيارة. طيب ماشي، بوصلكم على السيارة. لا لا ما في داعي، رجع على شغلك أنت. ماشي يلا معكم. بنشوفك المساء. يعطيك العافية. امشي، لا تلتفتي لورا. مرحبا ست بيان. يا اهلين. شبكي؟ ليش عملتي حالك مالك شايفتيني ودرتي وشي؟ شوفي غلطنا معك بشي نحنا؟ ما بدي وجع راس، فضايحكم صار الكل يعرفها بالحارة وما بيشرفني وقف معك. لا، بزعل منك، شو قصدك بهالحكي؟ من شان الله خليني ساكتة أحسن إلي وإلك. لا أحكي لشو؟ شو عملنا؟ ما دفعنا لكم أجرة البيت؟ ولا خربنا لكم بيتكم؟ لقيناه خرابة وصلحنا لكم إياه. يعطيكم العافية. يلا أحكي، أنا بدي أعرف شو صاير لكم. سيرتكم علكة بتم الناس، عم يحكوا بفضايحكم حتى نحن ما سلمنا من الحكي. شو هالحكي؟ صدقتي ما صدقتي بكيفك، من طول عمرنا عايشين بسترتنا بالحارة، كل واحد خطيته برقبته، ما بدنا حدا يجيب معدلنا بالعاطل، فهمتي؟ لهيك خليكن بعاد عنا، يعني ما في بيناتنا غير السلام، ماشي؟ يلا امشي.
أهلين لمعي. ألو كريم؟ عم بسمعك. اسمع، الشرطة هون اجوا عم يسألوا عنك، حاملين معهم ورقة ما رضوا يعطوني إياها، قال لازم يسلموك إياها إلك باليد. بدهم إياك تروح تقدم إفادتك للمحكمة من جديد، بس هالمرة للقاضي اللي بتضيع عنا. ما هيك؟ أي مزبوط. إيه، بدك تروح لعند القاضي اللي بضيعتنا. القاضي هونيك قال لازم تروح وتقدم إفادتك. يعني فتحوا التحقيق هلأ؟ هيك قال لي. خبرية كتير حلوة. يلا جاي، مسافة الطريق. طيب تعب بسرعة لأنه ناطرينك، لا تتأخر. ماشي. ها إليكو هون. لا خليه بمكانه، لا تحركي. افتح الباب. اجو. مرحبا. مو هنين. نحن عنا موعد اليوم مع الاستاذ نزير. لحظة لو سمحتي. لو سمحتي. يلا تعالوا بسرعة، استعجلوا شوي. لما فتك لقيت منحوش على الأرض فوراً اتصلت فيك. تعطى مشروب؟ ايه شربان، هو عنده مشكلة مع المشروب وصل له سنين ما عم يشرب. احمله معي. استاذ نزير أعصابه كتير تعبانة، توفت مرته من كم يوم. يلا امشي. انت نط في المكتب بعدين سكر وبرجع بحكي معك. حاضر. ان شاء الله ما تكون حالته سيئة كتير. تسمم كحولي قبل هلأ صارت معه. انت ست مريم ما هيك؟ ايه انا. اليوم كان مسافر على ازمير مشانكن. يا الله. خلينا نمشي. ماشي انا برجع بتصل مشان اطمن على الاستاذ. ماشي الله معكن. شفتي شو هالحظ هاد؟ وانا اللي تأملت بعد ما شفته، كل ما بينفتح بابي بيرجع بيتسكر بوشنا. امشي. قلت لحالي بحضر له اغراضه، رح ضبهم بالشنطة واخذهم معي.
رجعنا انتكسنا عجبك؟ رجعت لي كريزة المشروب من جديد. إلك 5 سنين تارك المشروب. أصحك تتحجج بموت ريم. قريت الرسائل تبعي اللي بالدرج، كانت تكتب لي ياهن لما غيب عنها. المسكين كتير عذبتها معي، كل يوم والتاني كنت أحمل حالي وروح. بس وقفت معها بمرضها. بس بعد ما دريت بمرضها وقفت معها. ليك نزير، سهل كتير تهرب من واقعك وتحاول تنسى وتلجأ للشرب لحتى تسكر، بس انت مريض، يعني لازم تنتبه على صحتك من هلأ ورايح، يا أما رح تضلك بهي الحالة مسطوح بالتخت وتضلك عم تتعذب لبقية حياتك. قرر، القرار بإيدك انت، ولما تبعد عن الشرب رح تعيش وتشتغل. ذكرتني كان المفروض اليوم سافر على أزمير. بالله وعدتهم نسافر لما كنت عندهم. اجوا لعندك، قصدك فاطمة ما هيك؟ خليك لوين رايح؟ الليلة رح تضل بالمشفى. عمر اتصل فيهم واعتذر منهم، ما بدي اتركهم بنص الطريق، واذا اضطرينا بتستلم القضية. لا، هي قضيتك انت، انا ما بتدخل، لازم تنهي الشغلة اللي بديتها. اوف. لكي فاطمة بنتي، عنوان الدكتورة واسمها هون، وموعدك بعشر الشهر. ما ضل شي تخجلي منه، ما في شي مخبى، فيك تحكي للدكتورة كل شي. ما شاء الله مفكت عقدة لسانك. إن شاء الله بلاقي لها العنوان. لا تروحي لحالك، خدي أخوكي معك. إيه، لأنه عبقري زمانه بالطرقات. لا تخافي أنا باخدك. خدي تاكسي وعطيله عنوان، ونصيحة مني إليك، خدي أخوكي.